السلام عليكم. هذا الفيديو اللي قلت لكم غادي نجي ان شاء الله من وراء الفيديو الاخر. فاليوم اليوم 16 ابريل 2023 غادي نشوف معكم العقل وغادي نوريكم فين وصلوا. هذا العواد وغادي تبان لكم هنا التاريخ، ما عرفاش كيبان ولا لا، لو 13 سا ودير بان هذا ماشي درتها ديريكتومون هنا في الصاشيه. هذا يا اما تشتل في الماء، تجدر في الماء داكوغ، يا اما فهذيك البوطه اللي كنت درت وعاد ابخي نقلتها في لو 13 نقلتها لهنا، يعني في 13/3 نقلتها لهاد الصاشيه هادي. نفس الشيء هادي نشوف، هادي نشوف نشوف اشنو هي السميه ديالها. هادي كاع هادي تاع مريوت، هادي غاف شهر 4، هادي غير البدايه ديال شهر 4 نقلتها هنا. كاين بعض الاصناف اللي ما مكتوباش عليهم السميه، علاش؟ لان هذه مسقوطه، لاحظوا معايا ما شاء الله، يعني غتكون ممتازه هذه المسقوطه. هذه مالوغوزمون ما مكتوباش عليهم السميات، لان كنت يمكن درتهم في البواطو وما كنتش كتبت عليهم السميه. ولكن في الغالب انا من خلال العود كيبان لي بان راها مسقوطه حتى هي. هذه مسقوطه كذلك، كيبان لي بان مسقوطه هي اللي مزيانه. هذا عنق الحمام ديال الدكاله، مالوغوزمون باقي ما تحركش. هذا ديال السي محمد الشباري، باقي ما تحركش نهائيا، يعني نا با بوجي. بحال دابا هذا خصني نحل ونشوف نتاكد واش نورمالمون كاين بوادر نجاح ولا لا. دونك ها هو، ماشي مشكل، راه غادي نديكم ان شاء الله. هذا الشيء راه ماشي هادشي بوحدو اللي عندي. هذا عنق الحمام ديال الاسجن، هذا عنق الحمام اللي كان صيفط ليا كخوا، هذا ديال اللي كان صيفط لي جا مع المجموعه ديال العقال. هذا عين مبارك مزيان، بحال دابا هذا عين مبارك، هذا غادي نحاول هو اللي غادي ننقل ان شاء الله، هو اللي غنقل. هذا راه ممكن انني ننقلو، غادي يكون تجدر، غيكون دار جذور جيده، وفي نفس الوقت يعني راه الحمد لله كاين وريقات، دونك راه مزيان، راه ممتاز. واحد الحاجه اللي المره اللي فاتت ما كنتش قلتها، واللي هي مهمه بزاف، الناس اللي غادي تبغي تنقل بحال الطريقه اللي كندير، فردوا البال، لان الجذور كتكون رقيقه. هذا زريقه، هذا زريقه كان دار تشتل في لا بيريو في لو موا دو جانفي، وغيبان لكم بان راه نجح، ورغم ان النجاح ديالو ضعيف بزاف. دونك كما قلت لكم، هاد الجذور هادي اللي غتشوفوا مثلا هنا، لاحظوا معايا هاد الجذور اللي كتبان لكم هنا، فاش كتبان مزيانه ولا لا، هاد الجذور راه بيضاء ورهيفه بزاف. دونك لقيتها ملي كنكونوا مثلا كننقلوا الشله كنحطوها، فخصنا نردوا البال، لان هاد الجذور راه غير تقيسهم كيتحيدوا، غير تقيسهم كيتحيدوا، ماشي بحال ملي كيوليو قهويين. سي بور سا نورمالمون كنتسناو على الشله حتى كتشد راسها مزيان حتى كيوليو دوك الجذور قهويين. ولكن راه كما قلت لكم، الا كنت قدرت انني نرد البال، فممكن انني ننقل في اي وقيته، ننقل الشتلات ديالي ولا العقال ديالي سميتو ديالهم. هادو هما، هادو هما الشتلات اللي كاين، هادو هما العقال اللي كاينين هنا. بقاو معايا نديكم لمكان اخر. هنا عندي هاد واحد الحمام، حمام قديم استعملته حتى هو كان مشتل. هادو كاين هنا تاع مريوت، هاد تاع مريوت راه ناجحه، لان كاينين جذور والجذور كثيره ما شاء الله. دونك تاع مريوت رغم ان ما كاينش نمو الخضري، الا هنا راه ناجحه. هذا والله ما عرفت شنو السميه، غادي نقلب صافا ما بروندغ شويه ديال الوقت باش هذا العسال، حيت غنبدا نقلب السميات. هذا كذلك راه بدا كيخرج النمو الخضري، واكيد غيكون تجدر. بقاو معايا نشوف لكم السميه، سي با ايفيدون. عين مبارك، عنق الحمام، عين مبارك. دونك هذا عين مبارك، هذا صنف كما كيبان لكم ديال تاع مريوت، وغيبان لكم بان راه ما كاينش الجذور، وغيبان لكم حتى النمو الخضري راه مشى ما كاين. ابخي غادي نشوفوا ان شاء الله. هذا تاع مريوت، هذا الاسباني الاصفر، هذا كنت وصلت به من عند السي بوبكر ديال خالد زكي. هذا الاسباني الاصفر، هذا وهذا كان صيفطوهم للسي ادم اللي هو في سلا، وكان يمكن ديرهم في الثلاجه. ابخي فاش عطاوهم لي جبتهم حطيتهم في الماء، حتى بان لي دوك النقط البيضاء بداو كيخرجوا، يعني لمده اسبوع، ما فايتاش اسبوع،
من بعد نقلتهم لهنا، باقي ما خرجوش الجذور ديالهم، ولكن كيبان لكم بان راه النمو الخضري كاين، وان شاء الله باذن سيدي ربي راه غادي يكون نجاح. دونك انا متاكد بان ان شاء الله هادو باذن سيدي ربي راه غادي يكون نجاح. هذا جكخوا غيكون العسال كذلك، هذا الجذور ديالو ممتازه رغم ان النمو الخضري راه باقي صغير وغاويد صغير. هذا هذا باقي ما كاين والو، باقي ما كيبان لنا حتى شي حاجه. هذا جكخوا الغاني، هذا الغاني ديالي ديال هنا، عود من 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 هادو اللي عندي، عفوا راه تقلب يمكن هاد الشيء، والمهم ماشي مشكل بقاو معايا. هنا البلاصه فين شتت، يعني حيت عندي هنا كاين لتحت هو المكازو، زائد البلاصه اللي وريتكم، وهذوك اللي وريتكم قبيل هذوك كلهم كنت خرجتهم من هنا ولا طلعتهم من لتحت حطيتهم تما في ديك البلاصه باش تضربهم الشمس، باش ما يكونش ما يوقعش لهم داك لو شوك ولا داك لو ستريس ما يوقعش لهم. فهاد هاد هاد هنا غادي يبان لكم بان راه النجاح ان شاء الله غيكون نجاح ممتاز ممتاز. غادي نشوفوا مثلا راه السميات سي ديفيسيل باش نقول لكم. دونك هذا امطا، هذا هذا الرمادي، هذا زريقه، غادي نحطها هنا لان بانت لي الورقه بدات كتعوج، دونك راه غادي نخرج حتى هذه. هذا العواد، دونك العواد ها هو. مره مره كنجي خص ضروري نطلع على على التربه، بحال دابا هنا كيبان لكم بان التربه شويه نشفت، دونك خص ضروري نسقي، خص ضروري نطل. هذا عين حجله من اللي كانوا العويدات اللي كانوا عندي هنا اللي كنت حيدت، يعني صبرت من عندي. هذا شتوي، شتوي الحميري ها هو، شتوي الحميري. هذا الحمامي شكخو، حمامي السليماني ها هو، راه نورمالمون الحمد لله ان كاين نمو خضري كيبان لكم. هذا الحمامي، هذا القوطي ديال السعبديله، هذا شكخو يمكن غيكون الغدان. على العموم كان هذا الطبلي، الطبلي كان السي فؤاد كان سولني على الشتلات اللي كان صيفط، فهذا لابورجاسوط، لابورجاسوط ها هي شكخوا نورمالمون ها هي هي هذه، هذه لابورجاسوط حيت كنت حطيتها هنا، فوالا هذه لابورجاسوط ها هي نورمالمون. كيبان لكم بان راه خرجت واحد الحبه ديالها، ما كاينش نمو خضري. كنتمنى انها تكون جدرات، مالوغوزمون كاين واحد الصنف اللي كنت خديت من عند السي محمد، فواحد الصنف الشباري، فهو ما عرفتش مالو، ما نجحش، يعني العويدات كاملين تقريبا ما نجحوش، علاش الله اعلم، ما عرفتش بالضبط شنو الاشكال. دونك هذا الحمامي كذلك ها هو الحمامي، الحمامي ها هو كيبان لكم هنا بان راه كاين واحد الباكوره، دونك سكيفيدير ممكن يكون نجاح. كاين ارجيل كذلك فهو نجح، ارجيل شكخوا يمكن غيكون هو هذا ارجيل. على العموم فالمهم كاين نجاح، يعني الا شفنا مثلا الا شفنا هذا ارجيل شكخوا، هذا ارجيل كذلك، هذا ارجيل. ابخي غادي نشوف ان شاء الله التمري ونشوف فين كاينين، وابخي هنا غادي يبان لكم بحال دابا هذه القضيه هذه اش غيكون، غيكون الشتله اولا العقله خرجت النمو الخضري ولكن ما دايرهاش تجدير، ومن بعد اوتوماتيكمون هذاك العقله ما خرجتش الجذور ديالها اللي خلى ان ذاك النمو الخضري كمل لاصيف، كمل الماء اللي كاين هنا في هذا العود هذا داكو، وغادي يبدا يدبال، وهذا الشيء اللي غادي يكون وقع لهادي هادي، واللي غادي يكون وقع حتى لهادي. دونك هنا هذا الشيء اللي كتشوفوا، غادي نشوفوا مثلا غادي نقولوا بان راه واحد بون المهم بلا ما نبقى نحسب باش ما نطولش عليكم. ليسونسييل هنا غادي تشوفوا، غادي نرجع شويه باللور وغادي يبان لكم واش كاين نجاح. دونك انا بالنسبه لي راه كاين واحد البورسونتاج كبير اللي فايت 50%، يعني واحد 60% تقريبا ديال النجاح ولا اكثر. هنا لتحت كذلك، يعني غادي نلاحظوا بان راه كلشي مخرج الا هذا، الا هذا. هذا غادي نشوفوا اشنو هو، نشوفوا اشنو هو هذا النبوت. دونك النبوت هذا النبوت اللي كان عطاني السي رشيد مصباح، مالوغوزمون العود كلا العصا قبل ما يوصل عندي، اللي خلاه انه يعني تعطل بزاف، وكيبان لي ميم نشوف يعني كاين الفوق
نشوفيه. وحتى العويذات اللي بحال دابا هاد العويذات هادو ففي الغالب ما كينجحوش. علاش؟ لان كيكون ما بين العقده والعقده كيكونوا واحد كتكون واحد المسافه بعيده بزاف، وكيكون العود رقيق ماشي بحال العود الغليظ، حيت العود الغليظ واخا تكون المسافه كبيره ف يعني كيقدر مثلا ينجح، ولكن العود الرقيق كيكون ديفيسيل، خص يكونوا فيه بزاف ديال العيون، بزاف ديال العقد او العيون كيفاش غادي نسميهم. دونك هذا النبوت خو، هذا النبوت هذا راه ما خدامش، يعني راه ما غاديش يكون نجح انا متاكد. هذا طبلي، طبلي هذا حتى هو راه باقي ما مخرجش، جيسبيغ يكون حتى هو مخرج يعني الجذور ديالو. هذا ارجيل، هذا ارجيل ديال سي محمد، من سي محمد العزاوي، البوعزاوي من الحسيمه. هو ارجيل، ارجيل شكوا هذا، وهذا حتى هو ارجيل، هذا كيبان لي غير من العود. دونك راه ارجيل لي دو ارجيل، و سي سيغ بان غيكونوا مخرجين الجذور ديالهم. ها هما كاين هذا، شنو هو هذا؟ هذا عين حجل، هذا عين حجل، هذا غا ديالي. هذا غا فاش كنت زبرت واحد شي عويدات، شي شتلات عندي هنا، وكنت خديت دوك العويدات وغرستهم، وقلت بوتيت ما عرفتش. هذا مسقوطه، مسقوطه ما شاء الله، يعني واحد النسبه ديال النجاح كبيره بزاف. نطلو الفوق، الفوق دونك كاين عين مبارك، ها هو كاين عين مبارك، كاين عنق الحمام، ها هو كاين العنب، نجحوا كلهم العنب الحمد لله. ان العويدات اللي كاينين هنا بعدا هادو، هاد العويدات هادو راه ديال السي فؤاد، ها هما، ها هما السي فؤاد كان عطاني هاد العويدات ديال العنب، راه كلهم نجحوا. هذا في الغالب تاع مريوت، ها هي راه كتبت السميه ديالو هنا، ها هو تاع مريوت، هو راه مزيان، واش كرون نورمالمون حتى التجدير راه كاين. انا نشوفو معكم دابا وغنوريكم التجدير، غادي ما نحاول ما امكن انني نقلب على الجذور، راه كاينين اسمحوا لي. فوالا ها هو مثلا، ها هو غايبان لكم واحد الجذر، جذر اولا الجذر ولا ما شنو هو كاع جذر، ها هو غايبان لكم جاي مال الفوق وهبط حتى لتحت. دونك راه كاين جذور، يعني كاين بوادر النجاح، يعني ماشي بوادر النجاح، ان شاء الله النجاح. هذا صنف امطا، هذا صنف امطا، هو من الاصناف الجميله كذلك. اي راه ما كاينش، كاين نمو خضري، ولكن الجذور باقي ما كيبانوش ليا. هذا المضار الابيض، هذا المضار الابيض، هذا ديال السي عبديله، ها هو المضار الابيض، باقي ما كاينش الجذور شكوا. هذا الشباري اللي قلت لكم ما عرفتش شنو الاشكال. هذا الرمادي، الرمادي هذا حتى هو ديال وزان. وهذا الغدان، هذا الغدان غايبان لكم بان راه كاين هنا نمو خضري. اذا هادشي اللي كاين عندي هنا، بقاو معايا نديكم لتحت. هذا لتحت الكراج عندي، الكراج غادي يبان لكم بان كاين اللي ناجحين، كاين اللي ما ناجحينش. فمثلا هنا هذا كيبان لكم بان راه كاين نجاح، غنحاول ما امكن انني باش نقلب السميه وبلا ما نطيح. دونك هذا تاع مريوت، تاع مريوت كاين، تاع مريوت كاين. هذا شنو هو هذا؟ عنق الحمام، هذا عنق الحمام حتى هو كذلك راه ناجح، عنق الحمام شكو ديال الدكانة. هذا كذلك حتى هو راه ناجح، هذا كاع هذا ممتاز كاع، ماشي غا ناجح، هذا راه ديال الجذور ديالو بواحد الطريقة كبيرة بزاف، لأن كاع كان كيبينهم وكنت كنغطيه. هذا مسقوطة، مسقوطة مسقوطة سبحان الله العظيم، مسقوطة. هذا الرمان اللي كنت وصلت به حتى هو من عند السي بوبكر، غادي يبان لكم بان راه بدا كيخرج في سميتو ديالو، راه رغم انه يلا تغرس غير دابا. هذا الشباري مالوغوزمون، مالوغوزمون كما قلت لكم كاين اشكال في هذا الشباري، ما عرفتش شنو الاشكال ديالو، ربما مشكل عندي انا، ماشي ضروري يكون مشكل من العويدات، لان كاين بعض الاخوان اللي كانوا توصلوا، واحد الاخ كان توصل وكان نجح ليه، كان وراني كاع التصاور ونجح ليه في الخليج، عادل النسيمي. هذا الغني، هذا غير العويدات، العويدات ديالي، العويدات ديالي مازكا مازكا بلاصتو. دونك هذا حتى هو ناجح كما كيبان لكم. هذا عنق الحمام تجدير في الماء، هذا عنق الحمام تجدير في الماء. دونك هذا راه دير الجذور ديالو، واكيد ان شاء الله غادي يكون
ممتاز. هنا كيبان لكم هادشي باقي ناعسين، كلشي ناعس، كاين اللي يدير الجذور ديالو، قلبت شي وحدين لقيتهم بان ديري الجذور ديالهم، هذا ما عرفت شنو هو كاع، هذا حتى هو هذا ابيض اجيجو، هذا كذلك حتى هو راه كيبان لكم بان راه خرج شنو هذا المخيط ديال السي عبد الله، هذا كذلك شكون هذا الغني، هذا الغني من اللي عندي، هذا صنف اللي كان جابو لي السي رشيد مصباح قال لي ديال شي واحد من تونس، قال لك شي صنف اصلي من تونس، ها هو كيبان لكم راه مزيان، هذا جو سي با ما عرفتش مالهم هادو تيتقلب واحد الطريقه بزاف كاع، يعني نعسو فريمون نعسو، انا غادي نشوف هذا شنو هو، اي اشني هادي، ابيض اجيجو حتى هو، هادو ابيض اجيجو، هذا لا نو غيكون تمحى كاع، هذا زريقه، هادو من الاولانيين، كان راه كيبان لكم بان راه بدا كيخرج نمو الخضاري، ها هو كيبان لكم رغم انه تعطل بزاف، هذا حتى هو كنت قلبته راه رجعته، هذا لقيته بان راه لقيته ديال الجذور ورجعته، عين مبارك، هذا شنو هو، هذا ابيض كيكو كذلك، على العموم على العموم اللي بغيت نقول لكم هو بان كاين واحد نسبه النجاح، كاين اصناف اللي مع الاسف بحال مثلا هذا غيبان لكم بان راه كاين الجذور، لاحظوا ما كاينش النمو الخضري ولكن راه كاين الجذور، يعني راه جدر بدا كيدير التجدير ديالو، كما قلت لكم كاين اصناف اللي مع الاسف انها بقات ناعسه، يعني ما كاينش ما تحركاتش نهائيا، وكاين اصناف اللي الحمد لله انها ممتازه، هذا حتى هو نحطو هنا، والمهم هادشي اللي عندي، هادو هما العقل اللي عندي، وريتكم النجاح، وريتكم اللي ما نجحش، وريتكم اللي فيه الاشكال، فالاصناف ما شاء الله كاين عندي واحد شي اصناف كنت خديتهم من عند سي محمد الشباري، بحال واحد بوحولي، فما عرفتش ما بانش ليا كاع نهائيا، واش انا ما شدلتوش، ما بقيتش عقلت، واش هذاك الشيء اللي عندي عطيته للناس وبقيت انا بلاش ما عرفتش، على العموم الحمد لله الخير والبركه، هذا الشيء كامل راه غناخذ منه داك الشيء اللي غادي يكفيني انا، وداك الشيء الاخر اللي غادي يبقى راه غادي نعطيه للاخ ديالي، ولا شاط شي حاجه ان شاء الله اي واحد اللي غادي يبغي شي حاجه راه نعطيها ليه افيك غون بليزير، يلا تحيه لكم، نتمنى ان هذا الشيء يعجبكم، ونتمنى انني وريتكم كامل العقل اللي عندي وفين وصلوا، وان شاء الله يكونوا تانتوما عندكم يعني راه ممتازين، السلام عليكم، الله يعاونكم، تبارك الله عليكم، الله يعاونكم.